مستمرين معكم في برنامجنا هذا الصباح، ووصلنا لآخر فقراتنا الحوارية وهي عن موضوع حساب المواطن. إيه هو حساب المواطن؟ حساب المواطن بالبساطة كده هو عبارة عن وثيقة تأمينية للذين ليس لهم تأمين في الدولة، غير الموظفين الحكوميين طبعا من أصحاب المهن أصحاب الحرف المختلفة، وبالتالي ده بيساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة والتأمين عليهم بشكل عام والاستفادة من هذه المظلة التأمينية. بندفع 50 جنيه بيكون بعد كده في 11 جنيه كقسط تأميني، و39 جنيه بيتم استثمارهم، وبالتالي على مدى السنوات المختلفة سنوات العمر المختلفة من 18 سنة حتى 59 سنة. لا قدر الله لو كان في حالة وفاة أو في حاجة زي كده، يعني بتاخد بعد 6 شهور لو قدر الله في حالة وفاة بتاخد 20,000 جنيه. خلونا نشوف التفاصيل كلها ونتعرف على التفاصيل كلها بشكل أفضل، وإزاي اللي احنا يعني نقدم في الحساب ده، وإيه الشروط، إيه المميزات، إيه العيوب، إزاي احنا هنتعرف بكل التفاصيل على هذا الموضوع، وليه اختيار هيئة البريد تحديدا في هذا الموضوع. كل ده هنتعرف عليه مع الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني اسمح لنا قبل ما نبدأ حوارنا ونتعرف على تفاصيل حساب المواطن نتابع تقرير ونرجع تاني نكمل حوارنا. في إطار الاهتمام بالمواطنين أصحاب الدخول البسيطة من المهنيين والحرفيين الذين لا يتوفر لهم أي غطاء تأميني، انطلق مشروع حساب المواطن الذي تقدمت به الهيئة القومية للبريد. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذا المشروع سيجعل كل مواطن يشعر بقدر من الأمن والأمان، حيث يستهدف شريحة من المجتمع أعمالها بها نسبة كبيرة من المخاطر. من جانبه أكد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم أن مشروع حساب المواطن يأتي في إطار اهتمام الدولة بنشر منظومة العدالة الاجتماعية والوصول إلى شريحة من المواطنين من محدود الدخل لمحاولة إدماجهم في منظومة تكافلية استثمارية تتضمن طرح وعاء تكافلي ادخاري صمم خصيصا لرعاية هذه الشريحة من المجتمع من خلال وثيقة تأمين جماعية تهدف لمواجهة مخاطر الوفاة. بدوره قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد إن صاحب حساب المواطن يتمتع بتغطية تأمينية على حياته ضد مخاطر الوفاة نتيجة الحوادث من اليوم الأول لفتح الحساب، وبعد مرور 6 أشهر من الاشتراك بالمنظومة وفي حالات الوفاة الطبيعية يصرف مبلغ 20,000 جنيه إلى الورثة الشرعيين طبقا لشروط المنظمة للتعاقد مع الشركة المؤمنة. يعني موضوع يعني كويس بالفعل، يعني ونتمنى اللي هو يجد له طريق على ارض الواقع ويبقى فيه اشتراك من جانب المواطنين بالفعل. على اي حال يعني الدكتور عبد النبي، يعني يمكن المشروع له اهداف كبيره، اهداف اجتماعيه في المقام الاول، يعني بتفصيلا كده الاول عايزين نعرف المواطن البسيط ببساطه كده ايه هو مشروع حساب المواطن، وتعرفه ببساطه ازاي يقدم، شروطه ايه، يعمل ايه بالظبط. يعني اعتقد ان حتى لو بدات اعرفه مش هقول اكتر من الكلام اللي انت قلته. تمام. هو وثيقه تامينيه بتستهدف شريحه كبيره جدا من المواطنين ممن لا ترعاهم اي مظلات تامينيه. تمام. يعني مش عايز لكن يعني في عدد كبير جدا من المصريين بيعملوا، مش عايز اقول عماله غير منتظمه، لكن عماله غير مؤمن عليها، يعني حرفي صغير، صاحب ورشه صغيره، حتى اصحاب العمل اليومي، يعني بعض مش عايز برضو نقول البيعه الجارين، لكن بعض البيعه اللي هم بيبقى يعني بنقول عليهم احنا بالبلدي كده رزق يوم بيوم، دول بيتقدموا لمكاتب البريد بقسط شهري 50 جنيه، ال 50 جنيه دول زي ما حضرتك تفضلت وقلت مقسمه جزئين، جزء منهم كوديعه استثماريه وجزء منهم اللي هو القسط التأمين. القسط التأميني ده بيجعل هذا المواطن تحت مظلة تأمينية، يعني لا قدر الله لو حصل له شيء، يعني مرض، عجز، أي شيء، فبيحصل على تعويض. بالإضافة إلى أن المؤمن عليه ده بيخضع مباشرة للعديد من المزايا اللي بيخضع إليها أي مؤمن عليه آخر، يعني ممكن يلاقي الرعاية الصحية بدل ما بنقول أن ده ليس له جهة تصرف على علاجه وبنضطر أن احنا نعمل له علاج على رفعة الدولة، فيبقى هنا ما دام دخل تحت مظلة التأمينات يبقى مؤمن عليه وممكن يعالج طبقا لمجموعه معينه من القوانين. لكن خليني بقى اسال سؤال مهم جدا. تمام. طب ما هي شركات التامين بتعمل ده، البنوك بتحاول تعمل نفس هذا. تمام. النوع من الوثائق. طب هيئه البريد؟ لا مش حكايه هيئه البريد. تمام. يعني هل متوقع لهذا المشروع ان ينجح
في ظل عدم نجاح المشروعات الاخرى. يعني النهارده شركات التامين بتحاول انها تعمل وثائق تامينيه على الحياه يمكن بشروط افضل من الشروط المذكوره، لكن ما ارى انا هو بالفعل بقى اختيار هيئه البريد. يعني اختيار هيئه البريد كان اختيار موفق وبشكل جديد جدا. هيئه البريد يعني البوسطه بالتعبير المصري الدارج لها ثقه في نفوس المصريين، عدد كبير جدا من المصريين ما زال حتى الان بيفضل انه يعني باللفظ الدارج يشيل فلوسه في البوسطة، او حتى لما بيحاول يبعت لاهله في البلد من وهو في يعني لو عامل من الصعيد او من اي قرية وموجود بيعمل في القاهرة او في اسكندرية او في محافظة كبيرة، عندما يفضل ارسال اموال لاهله فبيوصلهم عن طريق البوسطة اللي هي هيئة البريد. ومن هنا انا اعتقد ان اختيار هيئة البريد احد اهم السمات التي قد تؤدي الى انجاح هذا المشروع عكس بعض المشروعات الاخرى. طب خلينا بقى نتعرف على رأي رئيس الهيئة القومية للبريد حوالين الموضوع ده، وازاي هم هيتعاملوا مع الموضوع ده ويوصلوا للمواطنين البسطاء في المناطق المختلفة وخاصة اللي هي موجودة في كل قرى وفي كل اماكن وفي كل مركز وفي كل مدينة تقريبا. يعني صباح الخير استاذ عصام الصغير. طيبين صباح الخير يا فندم. يعني احنا طبعا كنا بنتكلم على فكرة حساب المواطن وازاي ان هيئة البريد تتعامل مع هذا المشروع والاهداف الطموحة لهذا المشروع من قبل هيئة البريد. في الحقيقة هرد بس على موضوع انا مش عارف مين، انا مش شايف مين الاستاذ اللي انا معايا الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي يا فندم. اهلا وسهلا. طب نبي ارد بس على جزئية شركات التأمين بتقوم بنفس الدور وفشلت او ما قدرتش تحقق. تمام. في الحقيقة النوعية من المواطنين اللي هم يعني تارجتت للموضوع ده الناس اللي بتشتغل عامل بيشتغل باليومية. الرجل ده اساسا هو ما يقدرش يوصل لشركة التأمين، او يمكن شركة التأمين نفسها مش هتكون حطاه ضمن اعتباراتها لان الرجل ده بيدفع 11 جنيه اللي بيدفعهم للبريد. تمام. اللي احنا قدرنا نستفيد منه مع شركة التأمين ان العدد كبير جدا، وبالتالي لما هنقسم تكلفة البوليصة او الوثيقة المجمعة بيطلع نصيب الشخص 11 جنيه ومش مطلوب منه يقوم بأي إجراءات. النهاردة لو انا رحت لشركة التأمين مطلوب مني اعمل كشف طبي ومطلوب اعمل كشف حالة، يعني مطلوب إجراءات كتيرة جدا. مظنش ان الناس دول على دراية بيها او ان شركات التأمين مهتمة بيها. احنا استفدنا فعليا من العدد الكبير جدا المتوقع، وقمنا بالدور بالاجتماعي بالكامل بالنيابه عنهم ان المواطن ملوش اي علاقه بشركه التامين. كل اللي مطلوب منه ان بيروح مكتب البريد بيفتح حساب طاقه في 5 دقائق بالطاقه الرقم القومي، كل الاجراءات اللي مع شركه التامين اللي هو يمكن ما عندوش المقدره انه يقوم بيها احنا بنتولاها عنه بالكامل. تمام. الفكرة الثانية ان النوعية من المواطنين اللي بيشتغلوا الشغل اليومي هم اكتر ناس عندهم مخاطر عالية جدا للوظيفة بتاعتهم. اللي بيشتغل بنا واقف على شقالة، الحرفي، الناس دي اكتر شريحة من الناس بتتعرض لاحداث يومية. وبالتالي النهاردة لو هو لا قدر الله حصل له حادث وفاة، اللي هو مصدر الدخل الوحيد للعيلة بتاعته، تاني يوم هم بقوا ما عندهمش اي دخل. تمام. يعني كمان استاذ عصام، يعني هذه الفكره، يعني حتى نوصل لهذه الفئه كما تحدثت عنها الحرفيين او من يتعرضون او ليس لهم اي وظيفه، هذه الفئه المحدده، هل هناك فكره الترويج لهذا المشروع واقناع المواطن بهذا المشروع والوصول ودور هيئه البريد في الوصول؟ هل هناك حمله ترويجيه لهذا الامر؟ ازاي هوصل للمواطن ده؟ خليني اقول لحضرتك ان نسبه كبيره جدا من المواطنين دول هم اوريدي عملاء البريد. اللي بتعامل الشريحة الكبيرة من عملاء البريد، الناس اللي بتاخد المعاش، الناس اللي بتاخد تأمينات اجتماعية، او اللي عنده دفتر توفير في مبلغ محدود جدا لانه عنده ثقة كبيرة في البريد. حاجة تانية، مكتب البريد على بعد كام كيلو من اي مواطن؟ احنا عندنا 4000 فرع متوزعين على مستوى الجمهورية لحد القرى والنجوع عندنا مكتب بريد. تمام. فهو بيزور مكتب البريد كل شهر، فاحنا بدأنا كل افرع البريد تعمل دعايه لحاجه زي كده. تمام. بدانا فعلا التواصل مع كل النقابات والجمعيات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، بدانا نتواصل مع كل جمعيات الخير اللي هم عندهم قاعده بيانات عريضه جدا على المواطنين اللي فعلا هم المستهدفين للخدمه دي. تمام. يعني بشكر حضرتك طبعا الاستاذ عصام الصغير رئيس الهيئه القوميه للبريد، وصباح الخير لحضرتك يا فندم.
يعني استاذ عبد النبي، يعني كان يعني الاستاذ عصام يعني كان بيتكلم انه يقول لك ان اللي هو كان له وجه او نقطه اعتراض، يعني بيتكلم ان شركات التامين او البنوك ما بتستهدفش الشريحه البسيطه اللي احنا يعني تقريبا احنا متفقين في دي. تمام. ما احنا قلنا ايه؟ ان الشركات والبنوك بتعمل ده. تمام. لكن ده مش ناجح. طب ايه اللي هيخلي هيئه البريد تنجح؟ الثقه المواطن. يعني انا هنا مش اعتراض، ده بالعكس انا كده يعني تقريبا نقطه اتفاق. تمام. ان برغم وجود مثل هذه الخدمات المقدمه من قطاعات اخرى، لكن الثقه في نجاح هيئه البريد في الوصول الى كافه الشرائح ده اكبر. تمام. يعني انا اعتقد ان بالعكس احنا هنا متفقين. وهنا بقول ان احد العوامل الاساسيه لنجاح هذا المشروع انه تم اكال هيئه البريد بانها تنشئه. زي ما بقول لك هيئه البريد لها ثقه في نفوس المواطن. تمام. قادره من خلال مكاتبها للوصول الى كافة البسطاء، يعني عدد كبير جدا من الحرفيين بيترددوا عليهم اصلا، يعني وبيترددوا عليهم او بيتعاملوا معاهم. انا حتى يعني هو يمكن الاستاذ ما سمعش بداية الكلام، ان انا بنقول ان المواطن المصري سواء بقى في الخارج او في الداخل بيفضل انه يرسل لاهله عبر مكاتب البريد. فهنا مكاتب البريد بتتعامل مع كافة الشرائح من المواطنين. تمام. ومن هنا هي هتبقى اقدر على انها يعني هي الى جانب اكتساب الثقه، الثقه موجوده، لكنها الاقدر بالفعل على تنفيذ مثل هذا المشروع رغم انه متشابه مع مشروعات اخرى لا تنجح. تمام. يعني اعتقد ان احنا في دي متفقين. تمام. جزء مهم جدا برضو ان هيئه هذا المشروع مشروع مهم جدا وبيستهدف يعني في المتوسط بتتكلم في 18 مليون مواطن. تمام. طب هل ده هذا يحتاج الى حمله اعلاميه وترويجيه من اجل ايصال هذا الفكر للطبقات المطلوبه؟ اعتقد برضو ايضا، وانا اثني على اختيار هيئه البريد، اختيار هيئه البريد في حد ذاته بيوصل هذه الفكره. زي ما حضرتك بتقول كافه المواطنين حتى اللي هم بياخدوا معاش بسيط او معاش ضمان بيصرفوه من البريد، فهم باستمرار الدين على البريد. تمام. اذا قام العاملين في مكاتب البريد في القرى او في النجوع او في الكفور بان يحاولوا انهم يوصلوا بس حتى الفكره الى المواطن المصري، اعتقد ان ده سوف يؤدي الغرض المطلوب منه. تمام. استاذ عصام يعني برضه بيتكلم عن فكره اللي هي المنظمات الخيريه او المجتمع اللي هي بتتعامل ايضا مع الفئه البسيطه ديت وكده بتساعدهم، يعني فكره التعاون بين الدوله وهذه المؤسسات ايضا في خدمه المواطن البسيط والوصول لهذه الفكره. يعني انا دي مش يعني يمكن يعني مش مستوعب الموضوع يعني فيها يعني لا يعني انا جمعيات عندها احصائيه بعدد الناس اللي هم شغالين كذا، وعندهم مثلا في يعني جمعيه مصر الخير تقريبا او حاجه زي كده مقدمه 1000 اسم تقريبا من لا انا دي بتتعامل. يعني ما اقدرش يعني انا مش عندي معلومات فيها، لكني انا بقول ان هيئه البريد نفسها يعني هيئة البريد بمكاتبها بتتعامل مع كل الناس. تمام. فهي الهيئة نفسها تقدر تقوم بالدور ده، يعني المكتب البريد اللي موجود في القرية بيعلم مين اللي بياخد معاشات للضمان الاجتماعي، يعني عنده حصر وكشف بكل الأسماء الموجودة، بل حتى موظف البريد اللي موجود غالبا بيبقى من قلب المنطقة. تمام. يعني يقدر ببعض الجهد انه يعني من خلال حملة ترويجية بسيطة لن تحتاج كثير انه يؤدي ده. انا اعتقد ان دعم الحكومة مهم، دعم منظمة المجتمع المدني مهم، لكنني برضو بأعيد وبأكرر ان اختيار هيئة البريد كان اختيار موفق، واعتقد ان بجهد بسيط هتقدر توصل للجماهير المستهدفة. طب يعني انت كنت حضرتك بتتكلم يا استاذ عبد النبي اللي فيه 18 مليون تقريبا، يعني احنا برضو قدام لو 18 مليون اشتركوا في هذا الامر او نسبة كبيرة منهم اشتركت في هذا الامر ودفعنا 50 جنيه، احنا عندنا مليارات اذا في السنة. صحيح. ده كلام مظبوط. احنا ازاي احنا نستثمر هذه المليارات وتبقى نستفيد منها برضه في عمليات التنميه والحاجات زي كده بشكل هو ده بقى الجزء دمين. المهم جدا واللي يعني اعتقد ان الحكومه بما انها صاحبه هذا المشروع مطالبه بان يكون لديها خارطه استثماريه مميزه، لان احنا هنا بنتكلم على عائد مميز. تمام. يعني احنا هنا مش بنتكلم على العائد الموجود في البنوك او العائد اللي بتقدمه بعض الشركات الاخرى، لا احنا هنا بنتحدث عن استثمار مميز بعائد مميز بتدعمه الحكومه، لانه بيحقق حاجتين. بيحقق شبكه امان كامله لعدد كبير جدا من المواطنين، وبيشيل جزء برضو اساسي من على كاهل الدوله. يعني انت لما بتحط دولك تحت مظله تامينيه وبتنظمهم في قطاع رسمي بتشيل جزء من الاعباء سواء بقى للخدمات للمشاكل، حتى زي ما احنا كنا بنقول قد تصل المساله للعلاج. يعني بدل ما بتنك تدور على علاج على نفقه الدوله بيذهب جزء منه يعني في غير محله، انت بتوفر هذه الموازنات لامور اكثر او اكثر اهميه، وبتحط المظله التامينيه كفيله بانها تؤدي نفس الخدمات للمواطن. لكنني بالفعل بقى هنا اتفق ان يجب ان يكون لدى الحكومه مشروعات استثماريه بعينها تحقق نسبه ارباح مميزه، لانك انت هتدي عوائد مميزه. واعتقد ان يعني المهندس ابراهيم محلب اخذ هذه الفكره، فكره حساب المواطن مع المهندس خالد نجم مع المهندس الصغير في هيئه البريد. يعني معروف ان المقاولين العرب كان عندها يعني وثيقه شبيهه وثيقه، عشان كده كان عدد كبير جدا من المصريين يعني كان بيفضل العمل في المقاولين العرب لانه كان بيضمن
عائد جيد طوال فترة الخدمة وعائد كبير جدا عند الإحالة إلى المعاش، فما كانش بيشعر بالمسألة دي. تمام. أعتقد أن نقل الفكرة دي اللي يعني بدل ما هي كانت مطبقة في بعض الأماكن زي المقاولين لأنها تطبق على مستوى الجمهورية، هي بالفعل فكرة طموحة، فكرة جيدة. وبرجع تاني وبقول أن اختيار هيئة البريد كان اختيار موفق. تمام. ويؤدي إلى زيادة الثقة في هذا المشروع، وأنا شخصيا بقول أن اختيار هيئة البريد يعني أحد أهم عوامل نجاح هذا المشروع. تمام. الفكرة برضو كمان اللي أنت بتقول بتاخد عوائد، يعني أنت بتدفع فلوس بتاخد عوائد في نهاية الخدمة، بتاخد مرتفع، يعني تقريبا هنا العائد تقريبا 20,000 جنيه، يعني من نهايه الخدمه اللي انت هتدفع بعد 60 سنه تقريبا، او لا قدر الله حصل حاجه بعد 6 شهور هتاخد برضو ال 20,000 جنيه. انت شايف دي مميزات كويسه برضو اللي انت بتستفيد بيها؟ يعني طبعا بالمقاييس الانيه وبمقاييس الدفع طبعا هي شيء مميز وشيء ممتاز. يعني انت بتتكلم على 50 جنيه، يعني بعد 6 شهور اذا لا قدر الله حدث طارئ فانت الاسره بتحصل على 20,000 جنيه. ربما ان بالمقاييس المستقبليه قد لا يكون هذا المبلغ يؤدي شيء، هو برضو حتى الان، لكن احنا بنتكلم على حرفي شغل يوم بيوم، يعني انسان يعني بيحصل على دخل او على يوم ممكن انا يوم على قوت اولاده تمام. بيوم في يوم، فلما بيحصل مشكله ده ما بيبقاش عندهم اي نوع من انواع المدخرات اللي يقدروا يكملوا بيهم حياتهم. فال 20,000 جنيه ده ممكن يبداوا كنواه، يعني لا قدر الله في حاله حدوث الطارئ، يعني كنواه لهذه الاسره ان يبقى لها مصدر رزق يعني يقيها شر التسول او طلب الاحسان او غيره. ربما ان المبلغ يعني ليس بالكثير ولا يمكن انه يعني يعمل اشياء كثيره، لكن برضه في المقابل ما انت القسط اللي بتدفعه شيء قليل. تمام. وانا هنا بقى برضه بقول ان اختيار قسط صغير وعائد الى حد ما بالمقارنه مرتفع. تمام. بهذا الشكل ده شيء جيد، لان لو احنا قلنا طب كبر الاشتراك الشهري مش كل الناس تقدر تدفعه. تمام. احنا بنتكلم في ال 50 جنيه ده كانك انت بتتكلم في يعني اجر يوم في الشهر، يعني انت بتطلب من من العامل او الحرفي او انه بس بيستثمر مجرد دخل يوم من اجل ان هو يضمن مستقبل او تامين لاسرته او لنفسه حتى عندما يصل الى سن التقاعد. تمام. او حتى لاسرته في حاله حدوث طارئ. طب بالنسبه لحجم المشاركه في المشروع، يعني انت تتوقع كم يشارك من 18 مليون يعني اذا بالفعل تم بذلت هيئه البريد، لن اقول مجهود، لكن يعني مجهود بنسبه 20% ده، انا اعتقد ان سوف يتم اكتساب على الاقل خالص 50% من الشريحه المستهدفه، يعني بتتكلم في 9 مليون مواطن خلال عام. خلال عام، لان انا بقول لك ان الثقه في هيئه البريد كبيرة موجودة جدا. وكبيرة. تمام. الهيئة بكاتبها موجودة ومنتشرة على أنحاء الجمهورية برضو، يعني وليس مجاملة للموجودين في هيئة البريد، هي أقل المؤسسات المالية فسادة على مستوى العالم. تمام. يعني ده شيء معروف ببعض المجهود، لأن الصلات موجودة ما بين رجال البريد في المكاتب وما بين الناس، ببعض المجهود البسيط أعتقد أن الشريحة قد تصل إلى 50%، 9 مليون مواطن خلال العام الأول. طب يعني طبعا الوقت مضى سريعا، يعني دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، يعني أنا بشكر حضرتك وصباح الخير لحضرتك. صباح الخير يا سمع. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية برنامجنا هذا الصباح، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة وموضوعات جديدة ومتجددة. كل عام وأنتم بخير.